أخبار كويز، ثلاثة أسئلة وأجوبتها موجودة عبر موقعنا الإخباري أخبار الآن دوت نت وكل منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. السؤال الأول، انفجار هز منطقة برج البراجنة في بيروت في معمل لتصنيع سخانات المياه، ما هي حصيلة القتلى؟ السؤال الثاني، فوضى في كابول أمام المصارف، لماذا؟ السؤال الثالث، أقدم حفرية بشرية ستصل إلى إكسبو 2020 في دبي، ما هو عمرها؟ اتركوا أجوبتكم في التعليقات وسوف نوافيكم بالأجوبة الصحيحة.